فقدنا أخا وحبيبا وأبا وقائدا، سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. هذا الإنسان العظيم الذي بقي في الميدان الجهادي والرسالي والتعبوي منذ نعومة أظفاره إلى لحظة شهادته. تعتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان، وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء. كل ما مر بنا من تضحيات كبيرة بدءا بأجهزة البيجر واللاسلكي وشهادة القادة وشهادة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه، كانت لتهز جيوشا وشعوبا ومنظمات، لكننا استمرينا بعون الله تعالى. حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها. ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، فالقوات قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا، وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وسنخرج منتصرين من هذه المعركة. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة، لأنها واضحة، ولأننا على قلب واحد. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।